أخبرني رجاء أن هذه مكالمة للدردشة. أجل، أريد أن أدردش مع بعض من جسيمات بيم لديك. أحتاج إلى تقليص مسارع. ستحتاج إذا لاقتحام منشأة إيم الخاضعة لحماية عالية. هل سمعت عن الميريديان؟ فذاك المكان لا يستهان به. ويدو؟ علي الاعتراف، أنت تلقي خطابا رائعا عندما تكون غاضبا منا. اسمعي يا نات، كنا حمقى. أنا بقدر ما أحب ارتباكك فيبدو أنه لدينا عمل. يمكنني إدخالنا إلى الميريديان. إدخالنا؟ نحن في الأمر معا، أليس كذلك؟ لا يوجد وقت لنضيعه. ستكون تحت حماية مشددة. لا يوجد مداخل كثيرة للميريديان. أظن أن أفضل خطة هي سرقة أحد قطارات الدائرة الفائقة وأخذه مباشرة لقلب العملية. يمكنني اختراق القطارات، لكن ذلك سيكشف عن أنتهيل، فستتمكن أيم من تحديد موقعنا. يجب إتمام الأمر بسرعة. سنذهب ونحطم القاعدة إذن. جيد، أحب الهجوم المباشر. لم أتمكن من الحصول على تصريح لرؤية ميريديان طوال فترة عملي متخفية في أيم. حسناً يا نات، فرصتك سانحة. جارين تحمل الإحداثيات إلى مدخل محطة الدائرة الفائقة الآن. لنتحرك. كم عدد قواعد الأبحاث الفائقة السرية التي تملكها إيم؟ العديد، ولكن ميريديان أهمها إلى جانب نيويورك. أنت قلق بشأن استعمال تقنية جسيمات بيم على بدلتك؟ هانك ذكي، ولكن جسيمات بيم خاصته ليست مستقرة في أغلب الأوقات. إذا استطاع الحفاظ على استقرارها قد تكون ما نحتاج إليه، لذا فلنأمل أن تحدث معجزة. تعلم أنني لا أزال أسمعك، صحيح؟ أوه تباً يا نات، فعلناها مجدداً. غير القناة. مع السلامة يا صاح. أظهروا أسوأ ما عندكم. ها هي محطة الدارة الفائقة. إنها محمية بمجال طاقة. دمري مصدر مجال الطاقة وسأخترق نظامهم لطلب قطار. عدو.
تدريبي على التصويب. هذا سيء. لا يروق لي هذا. إنني أواجه جدران حماية صعبة هنا، أحتاج لمزيد من الوقت. أوليف، أحضر لنا هذا القطار فحسب. سكتة قلبية. حسناً، يبدي الكلام ولنبدأ القتال. لن ينهض هذا الرجل أبداً. حسناً، لقد دخلت. القطار جاهز لكم، لكن المكان كله متأهب الآن. سنتعامل مع الأمر. تشو، فليصعد الركاب. حقاً يا توني؟ لعنة، تم رصد أفراد إيم بالقرب من أنت هيل. نحتاج إلى عينة الجسيم هذه في أسرع وقت ممكن. ربما فات الأوان يا هانك. ليس بعد. أوشكنا على الوصول لنحصل على ما جئنا لأجله. هي ميريديان. يا للهول، كان عمال إيم مشغولين. أتلقى إشارة جسيم بيم في عمق القاعدة. جار تحديث شاشة عرض البيانات. لهذا أحبك يا جارفيس. يا لكم من لطيفة. تبا أيها الأفينجرز، لدينا مشكلة. يبدو أن إيم تتبعت اختراق لأنظمتها. أتلقى تقارير عدة لإنذارات في محيط أنت هيل. أحتاج منكم العثور على عينة الجسيم تلك وإحضارها هنا على وجه السرعة. حتى لو عثرنا عليها، لا أدري إذا كنا سنتمكن من العودة إليك في الوقت المناسب. انتظروا، أعتقد أن لدي طريقة أعيدكم بها إلى هنا. ابحث عن صندوق به عتاد في الجوار. طابت ليلتك يا عزيزي. Thank you.
انت مساء. هذه من اعماق قلبي. وباعا الان هجوم. لن ينهض هذا الرجل ابدا. المقابل رابع هولك. هكذا نستعرض مهاراتنا. احد حلفاء المقاومه لدينا في الجوار ويحتاج الى بعض المساعده. نجح الأمر. قم بعملك يا ثيو. أنت بأمان الآن. يجب أن أزيح شيئاً عن صدري. حسناً، سأرسل ثيو أحد عملائي نحو موقعكم. سينقلكم ومعكم عينة الجسيم تلك إلى أنتيل. تنقلنا؟ أوه، سيكون هذا ممتعاً. أسرع أرجوكم قبل أن يصلوا إلينا. ينتابني شعور سيء. لدينا بعض الدخلاء غير الودودين.
جسيمه يا دكتور. هانك، اللعنة، بيم، أين عميلك؟ ينبغي أن يكون هناك. أيها الأفنجرز، أسرعوا! أين جسيم بيم؟ عد بنا إلى أنت هيل الآن، إنهم يحتاجون إلى المساعدة. أنتم مطلوبون في الجبهة الأمامية، لا أهب، قد تكون هذه رحلة صعبة. شكرا لك، سأقوم بتوصيل الجسيم لدكتور بيم. ما هذا المكان؟ أهلا يا رجل المقاومة، هل تمانع أن تساعدنا؟ هذا مخبأ سري قريب من أنت هيل. لا يبدو سريا بالنسبة إلي. أيها الأفينجرز، اخرجوا إلى هناك ووفروا لنا وقتا. ما الذي يحدث؟ هذا نذير شؤم. حسنا، إذن الأفينجرز وصلوا، لنقوم بذلك. هذا ليس جيدا. ستعبر آلة إيم خلال دقائق. فلنقضي عليها إذن. من ستستدعي؟ رادع هالك. يشتبك الأعداء يا قوم. استهدفوا فتحات التهوية في الساق. عمل جيد. حذاري، إنها تنهض. الآن استهدف العين. هذه من أعماق قلبي. احذروا، إنها تعود للقتال. فتحات التهوية على قدميها تزداد حرارة، استهدفوها. حذاري، إنها تنهض. هي فرصتكم، ركزوا على العين.
تبدو الفتحات الجانبية عرضة للإصابة ثانية. حذاري، إنها تنهض. على دعمي. حذاري، إنها تنهض. لقد سقطوا مرة أخرى. استهدفوا العين. انتهى الأمر. أبرز قواتهم. سيدي، أرصد إشارة تنقل ضخمة. اللعنة. هاي، عليك إخلاء أنت هيل الآن. لا أعتقد هذا. هانك، لا يبدو هذا جاهزا. بحقك يا توني، تحمس قليلا. غير معقول، نجح الأمر. تهانينا يا دكتور بيم، حظت المقاومة بسلاح جديد مبهر. يبدون لطفاء للغاية وهم صغار. شكرا يا رفاق، أدين لكم. شكرا لك على المساعدة. سأقوم بنقل جسيمات بيم التي تحتاج إليها إلى الكايميرا. شكرا يا دكتور،
أعرف أنك لن تنصت، ولكن سأقولها على أي حال، كن حذراً. سأبذل قصارى جهدي.